عن حدث. ملتقى البحث العلمي الثاني الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 22 من الشهر الجاري. الأخت زينب بن سعيد النافعية رئيسة مجموعة التبادل البحثي بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس تنضم لنا في هذه الدقائق. زينب صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح النور والسرور أستاذة سهى، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ كيف الحال يا زينب؟ تسمعينا؟ الحمد لله تمام، أخبارك؟ تمام الحمد لله. وحديثنا إذن عن مجموعة التبادل البحثي التابعة لجامعة الطب الطلابية بجامعة السلطان قابوس من خلال تنظيم ملتقى البحث العلمي الثاني. هذه النسخة الثانية لهذا الملتقى، ما الجديد زينب؟ الملتقى البحث العلمي الثاني هو لثاني سنة نعمله من تنظيم مجموعة التبادل البحثي التابعة لجماعة الطب الطلابية. طبعا هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز مفاهيم البحث العلمي لدى الطلبة، ويعني المساهمة في إثراء المواد البحثية التي ندرسها في الكلية. الملتقى يتكون من عدة فعاليات، أهم الفعاليات هي معرض أفضل ملصق بحثي، لدينا 24 مشاركة بالإضافة للمعرض المصاحب للملتقى. كذلك لدينا أمسيتين، الأمسية الأولى اليوم إن شاء الله الساعة 7 مساء ستكون أمسية لتقييم مسابقة أفضل فكرة بحث، ويعني هذه في موسمها السابع. بكرة إن شاء الله ستكون الأمسية الختامية، ستكون مسرحية أبيض أسود إحدى أهم الفعاليات. يعني ما بين مسرحيات وما بين فعالياتكم متنوعة يعني. نعم. زينب، نحن نهدف إلى الترفيه إضافة إلى التعليم والتثقيف في مجال البحث العلمي. جميل، مجال البحث العلمي مجال جدا مهم، كيف تقيسوا كمجموعة مهتمة بهذا الموضوع إقبال الطلبة على البحث العلمي؟ في الحقيقة فعالياتنا جميعها يعني من بداية الفصل وأن منذ أن تأسست المجموعة يعني تهدف إلى زيادة وعي الطلبة يعني عن البحث العلمي، ويعني توسيع مدارك البحث العلمي وأهمية البحث العلمي خصوصا في هذه الفترة يعني. طيب بس هل يعني مثلا شفت أنه في توجه من قبل الشباب نحو البحث العلمي؟ في الحقيقة في إقبال كبير من قبل الطلبة، مثلا عندنا مسابقة أفضل فكرة بحث الحين للموسم السابع، ما شاء الله المشاركات يعني سنويا تتجدد، أفكار أفضل وأفكار ناضجة يعني خلاف عن بداية المسابقة. هذا يعني يدل أن الطلبة خلاص صار عندهم توجه للبحث العلمي ومدركين لأهمية البحث العلمي في مجال وظائفهم. نعم، يعني نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ولكن نذكر فقط بموقع الفعاليات حتى تكون فرصة يعني جيدة للشباب. نعم. أن يزوروكم. نعم، المعرضين معرض أفضل ملصق بحثي والمعرض المصاحب في كلية الطب. نعم. بالإضافة للأمسية الأمسية مسابقة أفضل فكرة بحث في القاعة الطبية في كلية الطب جامعة سلطان قابوس. أما الأمسية الختامية التي ستكون غدا في أمام ساحة برج الجامعة. ممتاز. في جامعة سلطان قابوس أيضا. كل التوفيق إن شاء الله لكم زينب. شكراً. وتحية لك ولزملائك في المجموعة. جزيلاً. كذلك شكرا. شكرا جزيلا. شكرا زينب بن سعيد النافعية رئيسة مجموعة التبادل البحثي بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس.